متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. سيليا، وبعد التغييرات الأخيرة في حياتها، كشفت لمتابعيها في خاصية سؤال وجواب عبر صفحتها في السوشيال ميديا عن قسوة المجتمع تجاه المرأة المطلقة. Franchement ما شيري، نو ما نكذبش عليك، مي الحاجة اللي قلقتني في المجتمع تاعنا أنه ما يرحمش المرأة المطلقة، والمرأة المطلقة عندهم عيب ما على باليش علاش ما يطلقوهاش، دونك أنا ما ننصحكمش. وعلاش ما نديرش ستوري نقتل روحي مثلا، ولا هكا تحبوا نتوما، تحبوا الواحد تحبوا تحطموه وما يزيدش يبان وخلاص وتقتلوه وتدفنوه في الدنيا، مي أنا ما راحش تزعزعوني باش نقول. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، شاركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.